السلام عليكم. طلاب المرحلة الأولى لقسم هندسة المساحة المرحلة الأولى، هذه المحاضرة من قبل دكتور أحمد شاكر. في هذه المحاضرة راح نتعلم Work, Energy and Power، فهذه المواضيع مهمة نريد نتعلمها في هذه المحاضرة، وهي كلها بسيطة بس هي مهمة. فأول تعريف عندنا راح نبتدي به هو الورك. فالورك هو تعريف كلش بسيط، ليش؟ لأن هو حاصل ضرب الفورس في الديسبليسمنت. ليش الورك يحصل؟ الورك يحصل بسبب وجود فورس، هذه الفورس راح تسبب displacement، هاي displacement تسببت من هذه الفورس فقط، لا نريد أي شيء آخر، هذه الفورس هي اللي سببت لي displacement. إذا أكو نوع ثانية من الفورس موجودة فإننا نتجاهلها ومعناته الورك ما حصل. هذه النقطة جدا مهمة أنه نفهمها، فلهذا نقول force, displacement and cause. نرجع نقول cause معناته الفورس سببت الديسبليسمنت. أوكي، الأشياء اللي نشوفها في حياتنا الطبيعية اللي هي عبارة عن نموذج من نماذج الورك هي أشياء يعني مثل عندك حراثة الأرض، تلقى مثلا جرار يسحب محراث ويحرث الأرض، فهذه المحراث جاي تسلط عليه فورس وتسبب له displacement، وبالنتيجة هنالك work حصل. أوكي، إذا عندك أنت مثلا عربة وتدفع العربة في داخل سوبر ماركت، فاللي جاي يحصل انه انت جاي تسبب فورس، الفورس مسلطة على العربة، العربة صار بيها displacement. اذا displacement نتج عن الفورس، اذا work حصل على العربة. وهكذا الامثلة الاخرى، عندك مثلا مثلا في هذه الحالة refreshment lift a backpack full of books، انت من ترفع الجنطة مالتك اوكي من الارض الى كتفك، هذا displacement وايدك سببت force، displacement كانت نتيجة الفورس، اذا حصل عندي work. عندما رافع الاثقال يرفع الثقل الاحمال، الحمل كان على الأرض، هو سلط فورس على الحمل، الحمل صار بديسبيسمنت من الأرض إلى فوق رأسه، إذن حصل عندي work. هذه حالات حصول الwork، وجود فورس ينتج عنها displacement. إذا ما حصل عندي displacement والفورس موجودة، الwork ما موجود. أوكي، يعني وجود الفورس بحد ذاته ما يدل على وجود work. أوكي، example one يقول لك read the following five statements and determine whether or not they represent examples of work. فإحنا نقول لك هنا أكو خمسة أمثلة، تشيكهن هل هن حصل بهن work أم لا. في رقم واحد يقول لك teacher، أكو معلم applies a force to a wall، أكو معلم توجه إلى أحد الجدران وبدأ يدفع بالجدار، يعني ظاهر عنده مشكلة ويا الجدار، بدأ يدفع بالجدار إلى أن المعلم هذا تعب كلش، بدأ يعرق وتعب وأنهك الدفع، يدفع 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 والحائط
والجدار ثابت في مكانه. فشنو اللي حصل في هذه الحالة؟ هل حصل عندي work؟ الجواب كلا، ما عندي work. أوكي. في الحالة الثانية طبعا شنو السبب؟ لأن الحائط أو الجدار ما حصل بيه displacement. أوكي، هذا الشخص ما راح يقدر يحرك الجدار طبعا إلا إذا كان هولك أو سوبرمان لو أشوف شنو ممكن يحرك الجدار. بس الحالة العادية إنسان عادي يدفع بالجدار، الجدار ثابت، إذا displacement صفر، إذا الورك صفر، ما عندي ورك، يعني كلش مسألة بسيطة. زين، عندي كتاب، هذا الكتاب وقع من المنضدة إلى الأرض. زين، في هذه الحالة إيش عندي؟ عندي قوة. شنو هاي القوة؟ هي قوة الجاذبية أو نسميها وزن الجسم الويت. هذه القوة تجذب الكتاب إلى الأسفل، هذه القوة. إيش حصل بالكتاب؟ الكتاب اتحرك من المنضدة إلى الأرض، إذا حصل بي displacement. شنو سبب displacement؟ سبب displacement هو القوة، قوة الجاذبية. أوكي؟ يعني لو كانت هذه الحالة حاصلة في الفضاء، في الفضاء الخارجي، يعني في مسافة بيننا وبين مثلا بيننا وبين المريخ، عندما يكون الفضاء خالي من كل شيء حتى من الهواء وما عندي أي جاذبية، في هذه الحالة الكتاب ما راح يوقع، ما راح ينزل للأسفل. ليش؟ لأن ماكو قوة جذبة، الجاذبية غير موجودة. زين، فلهذا احنا في الأرض اكو جاذبية، إذا اكو قوة تجذب الأشياء إلى الأسفل. فإذا تحرك هذا الشيء إلى الأسفل نتيجة هذه القوة، إذا حصل عندي work. فلهذا المثال الثاني هو work. أوكي، a waiter carries a tray، يعني قرصون بمطعم شايل صينية. هاي الصينية متروسة أكل meals، وشايلها فوق راسه باستخدام إيد وحدة. أوكي، وهو جاي يمشي بسرعة ثابتة. أوكي، هنا في هذه الحالة احنا جاي نحكي على الصينية التري. هاي التري عليها فورس، الفورس جاية من ايده، وايده مثبتة الصينية فوق رأسه. اوكي، لكن الصينية ثابتة ما جاي تتحرك. منو الجاي يتحرك؟ رجليه جاي تتحرك، جاي تتحرك باتجاه المشي على أرضية المطعم. زين، هذا المشي هل هو حصل نتيجة القوة المسلطة من إيده؟ الجواب لا، القوة المسلطة من إيده مسلطة على الصينية، الصينية لم تتحرك، ثابتة في مكانها. أوكي، إذن في هذه الحالة ما حصل عندي work، مع أنه وجود displacement، يعني هو رجليه جاي تمشي، جاي يحصل displacement، بس هاي displacement مو نتيجة القوة المسلطة على الصينية. فلهذا احنا ايش قلنا في بداية الكلام؟ قلنا لازم اكو cause، اكو فد شي يربط بين الفورس وبين displacement، بحيث displacement تنتج نتيجة مباشرة من وجود الفورس. اذا في الحالة الثالثة ما عندي work. الحالة الرابعة هو الصاروخ اللي جاي يحصل به تعجيل في الفضاء. ماضي الصاروخ يحصل به تعجيل نتيجة احتراق داخلي، وها نتيجة هذا الاحتراق تنبثق الغازات بقوة وتدفع الصاروخ إلى الأمام. إذا عندي قوة، وهذه القوة هي اللي تسبب لي الديسبليسمنت، وبالتالي الصاروخ يتحرك. إذا القوة تسببت بالديسبليسمنت، إذا حصل عندي work. إذا الحالة الرابعة حصل بيها work.
زين، إذا عرفنا هسه إحنا هاي التعريفات وافتهمنا شنو هو الورك، شلون يحصل وشنو الشروط حصوله، فخلنا ناخذ المسائل الحسابية. فعندي الورك إلى معادلة، هذه المعادلة معادلة جدا بسيطة، بتقول لك إنه الورك هو نتيجة ضرب الفورس، هذه الفورس محسوبة بالنيوتن، تضربها في الديسبليسمنت، والديسبليسمنت محسوبة بالمتر، ثم تضربها في كوساين ثيتا. كوساين ثيتا، هذه الثيتا من المهم جدا تعرف شنو هي الثيتا. الثيتا هي الزاوية المحصورة بين الفورس والديسبليسمنت فيكتورز، اوكي، بين هذني الفيكتورز، هذه هي عندك شنو هي ثيتا. فلو كان عندي مثلا عندي فد جسم، هذا الجسم سلطت عليه فورس، اوكي، وهذا الجسم تحرك displacement، فهذا فيكتور وهذا فيكتور، شنو هي الزاويه بيناتهم؟ الزاويه هي هذه الزاويه، في هذه الحاله هي 180، اوكي. يعني اذا كانوا باتجاه معاكس، بس بهالحاله اذا كان بهذا الاتجاه حتى نكون دقيقين تصير 180. بس نشرحها هاي ليش تصير. اما اذا كان عندي مثلا هذا الاوبجكت وعندي هذه الفورس وعندي في نفس الاتجاه displacement، ففي هذه الحاله ثيتا ايش راح تكون؟ ثيتا تكون زيرو، اوكي. وسنجي نشوف ان هاي الحالات اللي هي تمثل لك ثيتا، بس خليها ببالك انه ثيتا هي الزاوية المحصورة بين الفورس فيكتور والديسبليسمنت فيكتور. زين، هنا جاي يقول لنا، يقول لنا اكو ثلاث سيناريوهات لثيتا. ففي الحالة الأولى انه الفورس والديسبليسمنت باتجاه واحد، فعند هذه الحالة تكون ثيتا، تكون ثيتا أشبيه تحرك ما أدري ليش، تساوي ثيتا تساوي صفر، أوكي. خلنا نمسح ده. زين، فهذه بالحالة الأولى عندما القوة والديسبليسمنت بنفس الاتجاه. زين، إذا عندي الفورس عكس اتجاه الديسبليسمنت، إيش راح يصير عندك؟ يصير عندك 180، الثيتا راح يكون 180. هاي شو وقت تصير هاي الحالة؟ شو وقت تصير displacement والفورس تكون اتجاهها عكسي؟ هذه تصير في بعض الحالات، مثل عندك سيارة، اوكي، هاي تمشي بسرعة، سرعة ثابتة، فعدها displacement، هذا الدي، اوكي، وفجأة هذه السيارة تاخذ بريك، فيصير عندها اكو قوة تحاول هاي القوة توقفها نتيجة شنو؟ قوة الاحتكاك بين اطارات السيارة وبين الطريق، فهذه هي الفورس. فمثل ما تلاحظ هسه اذا رسمتها كفري بودي دايجرام، هذه هي السيارة وهذه هي الديسبليسمنت، فإن الفورس راح يكون بهذا الاتجاه، أوكي. في هذه الحالة تكون الزاوية
180. أوكي. الحالة الثالثة تكون الزاوية 90. ومثل هذه الحالة عادة ما يحصل عندي ورك. لو كانت الزاوية 90 بالضبط، فإذا طبقت معادلة الورك، أوكي، تقول إنه الفورس مضروبة في الدي مضروبة في كوساين 90، وكوساين 90 هو 0، فهاي كلها تروح، إذن يكون ما عندي work. أوكي، إذن هسا عرفنا شنو معادلة الwork، فهسا السؤال شنو وحدات الwork؟ الوحدات الwork المستخدمة عالميا هي الجول، وحدة يسموها الجول. والجول هو مسمى على اسم أحد العلماء اللي ولد في بداية 1800، أوكي، وتوفى بنهاية يعني 1880 أعتقد توفى. فسمي هذه الوحدة على اسم العالم جول، وهذا هو اسمه جول. ونختصره نكتبه حرف جي كابتل، يعني حرف جي كابتل. زين، فإذا أنا عرفت القانون، والقانون يقول لي إنه الورك يساوي الفورس مضروبة في الدي مضروبة في كوساين ثيتا، معناته هو الورك جاي من شنو؟ جاي من وحدات فورس مضروبة في وحدات displacement. فالفورس هو وحداته شنو؟ وحداته بالنيوتن. أما displacement فهو وحداته بالميتر. فهذا شيء يدل أنه كل واحد جول يعادل واحد نيوتن في ميتر. أوكي؟ هذه العلاقة بين الجول وبين النيوتن والميتر. زين، هسا عندي مثال. في هذا المثال يقول لك انه اكو هاي الرولر اللي هي يستخدموها بالتزلق، اكو عربة لازم ترتفع الى اعلى الجبل او الهيل التلة. ارتفاع التلة هو 60 متر، اوكي، والمصمم جاي يفكر بثلاث خيارات. يقول لو اسحب العربة، يعني هسه هو خلينا نقول هذا هو 60 متر، هذا 60 متر، فيقول هو لو انا اريد اسحب العربة على هذا الطريق، لو اريده بزاوية 35 درجة، أو أسويها 45 درجة، أو أسويها 55 درجة. يقول فأريدكم تساعدوني تشوفوا لي يا وحدة تعطيني ورك أقل حتى ما يكلفني. زين، ومطيني الوزن مع العربة. يقول العربة اللي نريد نسحبها هي 2000 كيلوغرام. طبعا العربة راح تمشي على هذا الطريق، فالديسبيسمنت اللي يصير فيها هو هذا الاتجاه. اوكي، اللي يسحب العربة هي سلسلة موجودة في هذا المكان وتسحبها. اذا الفورس المسلطة على العربة ايضا بهذا الاتجاه. في مثل هذه الاسئلة عادة الطالب ينخدع بوجود هذه الزوايا، فيتوقع أنه هذه الزوايا هي ثيتا، ولكن عندما يقرأ السؤال بدقة، أوكي، راح يلقى أنه أكو ملاحظة يقول in each case the force applied to the car will be applied parallel to the hill. يعني الفورس
الفورس موازية لحافة التلة، أوكي؟ وبالتالي تكون الفورس والديسبليسمنت بنفس الاتجاه، وبالتالي تكون ثيتا تساوي صفر في مثل هذه الحالة. إذن إيش راح يحصل في قانون الورك؟ قانون الورك راح يصير F في شنو؟ displacement. وبعد ما أكتب كوساين ثيتا، لأن كوساين الصفر هو واحد، ما أحتاج أكتبه. إذن اللي راح يحصل عندك في هذه الحالات الثلاثة A وB وC، إنه في كل حالة راح تضرب الفورس مضروبة في الديستنس وتطلع الورك، الفورس مضروبة في الديستنس وتطلع الورك، وهكذا. فإذا حسبنا الأول، يعني إذا ضربنا 1.12 هذه في 10 أس 4، أوكي، هذه إذا ضربناها في الديستنس اللي هي 105 متر، هذه راح تصير عندي 176,000 جول، أوكي. إذا ضربت الحالة الثانية بنفس الطريقة، يعني تضرب 1.39 وضربها في 10 to the power 4 مضروبة في 84.9 متر، راح تعطيني 1180، أوكي. والحالة الأخيرة إذا تضرب 1.61 في 10 أس 4 في 73.2 متر، راح تعطيك 1,178,520. يعني الحالات الثلاثة جاية تعطيك تقريبا ورك متساوي، على الرغم من انه الميل مختلف. السبب لان انت في كل الحالات جاي ترتفع نفس المسافة، أوكي؟ ولهذا الورك اللي جاي تحصل عليه أو جاي تبذله راح يكون ما له علاقة بالزاوية، أوكي؟ إلى علاقة بالديستنس اللي تجتازها العربة. وفي هذا السؤال يجب الانتباه على عدم الوقوع في شرك الزاوية المعطاة، هي الزاوية هذه ما لها علاقة بتعريف الثيتا، لأن الثيتا تعريفها ثابت وهو الزاوية المحصورة بين الفورس وبين الديسبليسمنت. زين، هنا يقول لك أنه أكو شخص اسمه بن، هذا يحمل حقيبة ثقلها 200، أوكي، وجاي يصعد ثلاث أدراج، ما مجموع ارتفاعه 10 متر، زين، وبعدين يمشي باتجاه الهوريزونتال، أوكي،
باستخدام قوة مقدارها 50 وبيها constant speed. اوكي والسبيد معطيك اياها اللي هي 0.5 متر بالثانية ويمشي horizontal يعني صار عنده horizontal displacement مقدارها 35 متر. فالسؤال اللي يطلبه how much work does Ben do on his suitcase during his entire motion. جد المقدار الورك الكلي لهذه الرحلة اللي هي كانت 10 متر إلى الأعلى ثم 35 متر أفقيا. فالورك في هذه الحالة الورك إيش راح يكون؟ راح يكون ناخذ الورك النتيجة الارتفاع للأعلى. فالفورس في هذه الحالة هي 200 أوكي مضروبة في الديسبليسمنت في هذه الحالة هو 10 متر وهذا راح أجمعه مع الورك اللي حصل نتيجة الهوريزنتال ديسبليسمنت. هذه الهوريزنتال ديسبليسمنت نتجت عن قوة مقدارها 50 نيوتن أوكي فسببت إزاحة أو displacement مقداره 35 متر. مرة ثانية لا يخدعك السؤال بإعطاء معلومات ما تحتاجها. يعني السؤال أعطاك velocity إحنا velocity في هذا الحالة لا نحتاجها أوكي لا حاجة لنا بهم. فإذا حسبنا هسه هذا ف اللي نلاحظه نشوف ايش قد قيمة هذا الناتج اللي هو 200 في 10 زائد 50 في 35 اوكي فهذا يعطيني 3750. شنو هي الوحدات؟ الوحدات هي جول اوكي زين. المثال رقم 4 اوكي يقول لك اكو فورس مقدارها 50 نيوتن وهذه الفورس يعني هذه هي الفورس مقدارها 50 نيوتن مسلطة بزاوية 30 درجة عن الأفق عن الهوريزونتال ونتيجة هذه الفورس اتحرك هذا الأوبجكت بهذا الاتجاه حصل به هذه الديسبليسمنت مقدار الديسبليسمنت يعني تحرك هنقول من هذا المكان إلى هذا المكان مقدار هذا الديسبليسمنت هي 3 متر to the right. إيش قد الورك اللي حصل؟ فهذا أنا أعرف إنه الورك يساوي اللي الفورس times d times cosine theta. عندي الفورس هو 50 نيوتن. عندي الديسبليسمنت هو 3 وعندي الكوساين ثيتا هو كوساين 30. اوكي فاذا تحسبها هذه عندك الكوساين الكوساين 30 تضربه في 3 في 50 فهذا يعطيك 129.9. شنو هي الوحدات ما ننساها هي جول. إذن الورك المسلط في مثال رقم 4 هو 129.9. أوكي عندي example
رقم 5 يقول أكو طالب student عند وزنه، يعني وزن هذا الطالب هو 80 كيلوغرام. احنا في هذه الحالة من نقول وزن هذا باللغة العامية، يعني الأصح نقول كتلته هي 80 كيلوغرام. أوكي، يعني الوزن هو weight والكتلة هي الماس، فهو الماس في هذه الحالة 80 كيلوغرام. هذا الطالب يستطيع أن يقطع الدرج ب 12 ثانية. أوكي، خلال هذه 12 ثانية يصعد إلى الأعلى شاقوليا بمسافة 8 متر. أوكي، فيقول determine the amount of work done by the student حتى يستطيع أن يرفع جسمه إلى هذا الارتفاع. أوكي، طبعا assume that his speed is constant. ليش نقول هذه العبارة؟ حتى نقول إنه الأكسليريشن يساوي صفر. إذا الأكسليريشن يساوي صفر فإن النت فورس، إذا تتذكروها في المحاضرة الماضية، النت فورس راح تكون أيضا صفر. يعني الوزن الطالب، الويت مال الطالب، هو الثقل الوحيد راح يكون موجود. أوكي، زين. فالسؤال مشكلته هنا في هذه الحالة انه هو معطيك الماس وليس الويت، فحتى استطيع ان اطبق الورك. اوكي، الورك يحتاج الى الفورس، يعني يحتاج الى ويت مقاس بالنيوتن، بينما المعطى هو ماس مقاس بالكيلوغرام، فاحتاج اغيرها فاقول 80 تايمز شنو؟ تايمز الاكسلريشن. اوكي، اكسلريشن اوف جرافيتي يعني 9.8. زين، هسه في هذه الحاله حصلت على الويت، فيعني في كلام اخر حصلت على الفورس. اذا الفورس راح اضربها في الديسبيسمنت، والديسبيسمنت في هذه الحاله هو 8. والثيتا في هذه الحالة، بما أنه الارتفاع للأعلى والقوة للأعلى، فإن الثيتا تكون صفر، فكوساين ثيتا يكون واحد، فما أحتاج أكتبه. فإذا تحسب هذه القيمة باستخدام الكالكوليتر، أوكي، فتشوف قيمتها شقد، وتقدر تطلع الناتج بنفسك. أوكي، يعني أنا حليت لك الأمثلة السابقة، فهو بنفس الطريقة، ما يحتاج أي شيء آخر. ففي المثال رقم 6 يقول لك هنا calculate the work done by 2 newton force، معطيك فورس مقدارها 2 نيوتن. يقول هاي directed at 30 degrees angle to the vertical. انتبه إلى العبارة to the vertical. To move 500 gram box. انتبه إلى الوحدات 500 gram box. A horizontal distance of 40 centimeters. انتبه أيضا للوحدات. Across a rough floor at a constant speed of 0.5 meter. زين، اللي معطيني إياه إنه الفورس تساوي 2 نيوتن، هاي وحدة. معطيني إنه قال لي أكو هو بوكس، وهذا البوكس جاي يمشي هوريزونتال بمقدار 400 سنتيم، فاني اوتوماتيكيا هاي راح احولها الى 0.4 متر، لان يعني انا ما استطيع استخدم السنتيمتر في القانون.
لازم عندي متر. أوكي، الفورس المسلطة هي هذا هو الفيرتيكال، الفورس هذه هي عدها 30 درجة من الفيرتيكال. إذا هل إنه الثيتا هي 30؟ الجواب لا. تعريف الثيتا هي الزاوية المحصورة بين الديسبليسمنت وبين الفورس، إذا هي هذه الزاوية. أوكي، إذا المتبقي من الزاوية القائمة هو 60 درجة، إذا ثيتا هي مقدارها 60 درجة. إذا صار عندي الفورس 2 والثيتا 60 درجة والديسبليسمنت 0.4 متر. أوكي، وعندي أيضا عندي أيضا شنو؟ عندي ماس، هذا الماس مقداره 500 غرام. أوكي، هسه خلنا نلاحظ الماس إذا حولته إلى ويت، هذا الويت اتجاهه وين راح يكون؟ إذا أشوفه على الفري بودي دايجرام اتجاه الويت هو إلى الأسفل. أوكي زين، وين اتجاه الديسبليسمنت؟ اتجاه الديسبليسمنت هو اتجاه أفقي. إذا هذه الفورس مال ويت ما راح تفيدني بحساب الديسبليسمنت، إذا هذه القيمة ما أحتاجها في الحسابات. أوكي، لأن فقط هذه الفورس هي اللي سببت لي الديسبليسمنت، فأخذ فقط 2 نيوتن، فيكون الورك في هذه الحالة يساوي 2. أوكي، هذا النيوتن مضروب في الديسبليسمنت اللي هو 0.4 مضروب في كوساين 60، وتطلع الناتج راح يطلع لك شنو؟ بالجول. أوكي، فهذا هو ما يشمل الورك. إذا هو عبارة عن قانون واحد يقول لك إنه الفورس مضروبة في الديسبليسمنت مضروبة في كوساين الزاوية المحصورة بيناتهم وسميناها ثيتا، وحدات الورك تقاس بالجول. زين، موضوعنا الثاني هو البوتنشال انرجي اللي هي في تماس وفي على نفس الخط مع الورك. البوتنشال انرجي يقول لك هي الطاقة المخزونة the stored energy، الطاقة المخزونة. أوكي، من خلال object، في داخل object نتيجة عدة أمور، مثل ما تلاحظ في هذه الأشكال، هذه اللي نسميها الديمولوشن ماشين اللي هي تكسر البنايات، هذه اللي عدها هذا الثقل وهذا الثقل نتيجة هذه حركته يرتفع إلى أعلى ثم يصطدم بالعمارة المجاورة وبالتالي يستطيع أن يهدمها، وهذا الشخص اللي يستخدم القوس فيشد الوتر بهذه الطريقة. أوكي، فيخزن طاقة عالية ثم ينطلق الوتر، ففي الحالتين أكو طاقة مخزونة. أوكي، هذه الطاقة المخزونة أسميها البوتنشال إنرجي. شنو هي أنواعها البوتنشال إنرجي؟
عدها نوعين، أما gravitational potential أو elastic potential. فنجي نأخذ النوع الأول. gravitational potential energy هي تنتج عن vertical position or height، أنه الأوبجكت يحصل به ارتفاع إلى الأعلى، أوكي، وبالتالي راح يحصل به يحصل في هذا الأوبجكت خزن للطاقة. هذه الطاقة أسميها potential gravitational potential energy، يعني هي مرتبطة بقوة الجرافيتي، فنسميها gravitational potential energy، وهي ناتجة عن الجرافيتي مال الأرث. أوكي، فالحالة اللي ينطبق عليها هي حالة الماسف بول، هاي البول الحديدية الموجودة في الديمولشن ماشين اللي هي في الصورة اللي مرت علينا أعلى. ففي هذه الحالة نلاحظ انه هذه الانرجي البوتنشال انرجي مال الجرافيتي راح تعتمد اعتماد مباشر على الماس، يعني على ايش قد الماس، ايش قد كتلة هذه الكرة الحديدية. كل ما كانت الكتلة كبيرة كل ما كانت البوتنشال انرجي اعلى، تعتمد على الماس وتعتمد على الهايت. يعني أنا كل ما رفعت هذه الكرة إلى الأعلى كل ما قدرت أخزن إنرجي أعلى في هذه الكرة. ولهذا إذا حاولت أنه أكتب قانون البوتنشال إنرجي جرافيشنال البوتنشال إنرجي، فإن القانون راح ينكتب بهذه الطريقة، أوكي. PE gravity يعني gravitational potential energy تساوي لي M اللي هي الماس، أوكي، هذه ماس وليست weight، ماس تحسب بالكيلوغرام، مضروبة بالgravity، والgravity محسوبة بشنو؟ بالمتر على ثانية تربيع، مضروبة في الهايت الارتفاع، والارتفاع ينحسب بوحدات المتر، أوكي؟ إذن هذا هو قانون gravitational potential energy. طبعا الجرافيتي هي قيمتها شقد؟ هو 9.8، هاي في حالة انه انت على الارض. زين، example 7 يقول use this principle to determine the planks in the following diagram knowing that the potential energy at the top of the tall platform is 50 joules. What is the potential energy at the other positions? Okay. يعني خلينا نشوف شنو الشكل. هذا هو الشكل. فعندك كرة، كأن تكون كرة حديدية أو ما شابه. فالكرة مكانها الأول هو هذا المكان، هو هذا المكان في الأعلى. فبما أنه هي صعدت للأعلى فنتيجة صعودها، هذا هو اللي قلنا الهايت، خزنت انرجي. ليش؟ لأن قلنا احنا PE لها علاقة طردية مع الهايت، اوكي. فاللي حصل هنا انه القيمة المخزونة هي مقدارها 50، هاي هنا 50 جول، اوكي. طبعا إذا هذه الكرة وقعت عفوا على الأرض فإن
الطاقة المخزونة اختفت. أوكي، لأن هي شلون حصلت على الطاقة مخزونة؟ لأن هي ارتفعت، فإذا الارتفاع صار صفر فإنه الطاقة راح تكون صفر. فلهذا أول شيء وأسهل شيء هو الـ F قيمته صفر. وثاني شيء أسهل شيء أيضا الـ E قيمته أيضا صفر. ليش؟ لأن هو على الأرض. أوكي، وهذا اللي جاي يثبت لي هذه الكرة في هذا المكان جاي تقول لي إنه هو صفر. أوكي، الآن أشوف الحالات الأخرى اللي هي الـ A والـ B والـ C والـ D. فإذا أعلى حالة هي 50 وأقل حالة هي صفر، معناته على الدرجات راح تكون الكميات متساوية. أوكي، فيعني هذا إنه 50 راح تتدرج نزولا إلى أن تصل إلى الصفر. بكلام آخر إنه الـ A راح تكون 40، الـ B راح تكون 30، الـ C 20، الـ D 10، والأخير هو صفر. أوكي، هذه توضح لك العلاقة بين الارتفاع وبين الطاقة المخزونة. مثل ما تلاحظ، كل ما يزداد الارتفاع كل ما تزداد الطاقة المخزونة. نبدي من الصفر، نصعد إلى 10، إلى 20، إلى 30 جول، إلى 40 جول، إلى أن نصل إلى 50 جول. وتدلك أيضا إنه الطاقة تختفي إذا اختفى الارتفاع، الطاقة المخزونة تختفي إذا اختفى الارتفاع، فترجع إلى حالة الصفر إذا الهايت صار صفر. هذه شنو هي سميناها؟ هذه سميناها الجرافيشنال بوتنشال انرجي، وقانونها هو الماس في الجرافيتي في الهايت. أوكي، النوع الثاني من أنواع الطاقة هو الإلاستيك بوتنشال إنرجي. وهذا الإلاستيك بوتنشال إنرجي شفناه في هذه الحالة، مثل حالة القوس هذا المرسوم أمامك، هذا هو إلاستيك بوتنشال إنرجي. فهذا النوع يعتمد على أنه الإنرجي ممكن خزنها stored في إلاستيك ماتيريالز. أوكي، هذه الإلاستيك ماتيريالز نسميها إلاستيك لأن أنت تقدر تسوي لها ستريتشنج، تشدها، وتقدر تسوي لها كومبرسنج، وتقدر تضغطها. أوكي، بدون أن يحصل بيها تشوه. يعني تقدر تشدها، وإذا تركت هذه المادة المادة ترجع إلى الطول الأصلي، وتقدر تضغطها فتنكبس هذه المادة، وإذا ترفع يديك راح ترجع إلى وضعها الأصلي. هذه المواد أسميها إلاستيك ماتيريالز، وذند المواد يستطيع أن يخزن الطاقة. هذا النوع من الطاقة أسميه إلاستيك بوتنشال إنرجي. مثل إيش هذه المواد؟ مثل الربر، أوكي، مثل الكورت اللي هذا شفناه، ترامبولين هاي اللي يقفزون عليها الأطفال، مثل السبرينكس اللي نعرفها، هاي السبرينكس اللي من أشهر الأنواع السيارات اللي تستخدمها في الدبلات، مثل الأرو والبول قوس إلى آخره. هاي كلها أمثلة من أمثلة الإلاستيك بوتنشال إنرجي. أوكي، لكن هو أشهر نوع اللي يهمنا احنا كمهندسين هو السبرينكس، يعني هذه نشاهده في كثير من الديفايسز والماشينز تستخدم سبرينكس. فالسبرينكس هو شنو هو؟ هو عبارة عن اوبجكت ممكن ان يتشوه
بواسطة قوة، ثم يرجع إلى the original shape، إلى شكله الأصلي. إذا هذه القوة تمت إزالتها، after the force is removed، okay. فلهذا نستخدم إحنا السبرينك، لأن هاي السبرينك هي special instance that can store elastic potential energy. شلون تقدر تخزن هذه؟ نتيجة compression or stretching، نتيجة ضغط أو شد، okay. فإذا تسلط force على السبرينك راح يحصل كومبرس. the more compression the more force، okay. كل ما العلاقة طردية راح تكون بين انضغاط السبرينج وبين القوة، إذا القوة ازدادت ازداد انضغاط السبرينج أو شد السبرينج، نفس الشيء، هو الضغط والشد في حالة السبرينج هو نفس الشيء، أوكي؟ لأن هو إلاستيك. القوة تتناسب تناسبا طرديا مع الكمبريشن أو الستريتشين، يعني تتناسب طيب مع التغير في طول السبرينج، أوكي. فلهذا من نحاول نكتب قانون الفورس الموجودة بالسبرينج، أوكي، F سبرينج، فإحنا نقول إنه هاي directly proportional، تتناسب طرديا، أوكي، مع الamount of stretch or compression X، مع مقدار الانضغاط أو الانشداد، يعني قد يصير تغير في طول السبرينج، تغير في طول السبرينج. لو كان السبرينج مثلا خلينا نقول 10 سنتيم، من شديته صار 11 سنتيم، في هذه الحالة X تساوي مقدار التغير، وهو في هذه الحالة 1 سنتيم. هسه هذا السبرينج اللي هو 10 سنتيم لو ضغطته إلى أن صار 8 سنتيم، فمعناته X قيمتها 2 سنتيم، أوكي؟ فX هو مقدار التغير ويقاس بالمتر، أوكي. فإن قلنا أنه الفورس لها علاقة طردية مع التغير بالكمبريشن والستريتشنج، وأيضا بكونستنت أوف بروبورشناليتي. هذا أسميه معامل سبرينج، أوكي، سبرينج كونستنت، وهذا يرمز إلى بي كي، ويقاس بنيوتن بير متر، وحدات الكي هي نيوتن بير متر. طبعا كل سبرينج إلى كي مختلفة اعتمادا على المادة المصنوع منها هذا السبرينج، أوكي؟ كل سبرينج إلى كي مختلف. إذا أريد أكتب الفورس قانون السبرينج، فإن الفورس تساوي معامل السبرينج كي مضروب في التغير في طول السبرينج، أوكي؟ هذا القانون اللي يمثل لك قانون السبرينج. هذا القانون، أوكي، حتى يشتغل لازم المادة، يعني مادة السبرينج أو السبرينج، نقول عليه follow Hooke's law. هذا هوك هو عالم بريطاني بالقرن 16، يعني 1660-1940، هو اللي اكتشف هذا القانون، فسمي القانون على اسمه هوكس لو.
اوكي. هوكسلوش يقول انه الديسبليسمنت او الديفورميشن is directly proportional to the force or load. اوكي يعني بكلام اخر هو هذا اللي جاي يقوله، هو هذا القانون، فهذا اسميه هوكس لو. زين، السبرينج عندما ما مسلطة عليه قوة لا ستريتش ولا كومبرس، اوكي، ففي هذه الحالة ما عنده اي إلاستيك بوتنشال انرجي، وهذه الحالة اسميها الإكوليبريم بوزيشن، سبرينج إكوليبريم بوزيشن، يعني السبرينج في حالته العادية بغير تسلط قوة، وبالتالي لا توجد بوتنشال انرجي، إلاستيك بوتنشال انرجي. وأيضا يسمى أنه نقدر نقول عليه هذا السبرينج هو في حالة إكوليبريم بوزيشن، يعني الكلام الثاني إكوليبريم بوزيشن، أوكي؟ فهذا اللي نقصده، وأحيانا يسموه زيرو بوتنشال إنرجي بوزيشن، كلها نفس المعنى، أنه السبرينج ما مسلط عليه لا ستريتش ولا كومبرس، السبرينج في حالته الطبيعية. أوكي، شنو قانون الإلاستيك بوتنشال إنرجي؟ إحنا عرفنا الجرافيشنال بوتنشال إنرجي شنو قانونها، هسه قانون الإلاستيك. قانون الإلاستيك بوتنشال إنرجي هو هذا الأمامك. طبعاً إحنا جاي نحكي على شنو، على حالة السبرينج، أوكي؟ الحالات الباقية لها قوانين مختلفة أخرى، لكن قلنا إحنا بما أننا مهندسين فإحنا نهتم بالسبرينج أكثر من البقية، يعني ما أهتم بالقوس أو ما شابه من الأشياء الأخرى، إنما أهتم بالسبرينج. فهذا هو قانون السبرينج. فالكي اللي يظهر أمامك في هذه المعادلة هو كي السبرينج، سبرينج كونستانت، أوكي، هو نفسه السابق اللي مر علينا، والأكس هي نفسها الأكس السابقة، هي التغير بالطول، لكن في هذه الحالة هي تربيع، والناتج تقسمه على اثنين، فراح يعطيك البوتنشال إنرجي الإلاستيك ذات النوع الإلاستيك مال سبرينج. أوكي، فإذا هذا عرفنا فإنه جاي يعطيني هسه إكسامبل 8، يقول لي هاي اكو تراك فد مركبة موجود بيها الدبل مالتها السبرينج معامل مالت الكونستنت مقداره 5×10^4 نيوتن على متر. زين، يقول هسه هذه المركبة اذا كانت ما محملة انلودد، ما شايلة حمل، المركبة تكون مرتفعة عن الأرض، عن الشارع 0.8 متر، ومن يحملوها بالبضاعة، من يحملوها بالبضاعة تهبط هذه المركبة إلى الأسفل إلى أن توصل إلى ارتفاع 0.7 متر فوق مستوى الأرض، مستوى الشارع. فاللي يطلبه يقول ايش قد بيها البوتنشال انرجي، اوكي، مثل ما تلاحظ انه هذه هي سبرينج. طبعا هو جاي يقول انه المركبه بيها فور سبرينجز، هو كان يحكي على واحد ويريد البوتنشال انرجي مع الاربعه جو. فانت في هذه الحاله عندك الكي، بقى عندك فقط الأكس، شلون تحسب الأكس؟ الأكس قلنا هي التغير في الطول، فالتغير في الطول، إن الطول في البداية إيش قد كان؟ كان 0.8،
إيش قد صار بعدين؟ صار 0.7. إذا التغير إيش قد؟ 0.1 متر. هذه هي X. إذا ال PE مال سبرينج أوكي راح يساوي لي 5 × 10 + 4 أوكي. هذا يكون مضروب في 0.1 تربيع والناتج قسمه على 2. هذا ايش راح يعطيك؟ يعطيك قيمة بالجول أوكي. هذا مال سبرينج واحد أوكي، هو يريد مال 4. إذا الناتج راح تضربه في 4 ويطلع لك قيمة ثانية، هذه أيضا بالجول ولكن مال المركبة كاملة، مال 4 سبرينجات أوكي. أتحول إلى المثال رقم 9. هذا المثال هو متعلق بقوس بوتر، والوتر جاي ينسحب مثل ما مرسوم أمامك 0.6 متر. الوتر جاي ينسحب 0.6 متر باستخدام قوة مقدارها 300 نيوتن أوكي. فاللي يقوله في السؤال إنه القوة مسلطة بقيمة 300 نيوتن والديسبليسمنت مقدارها 0.6 متر. وهنا النقطة المهمة اللي تسمح لنا إنه نحل مسألة القوس. السؤال جاي يفرض لك فرضية، يقول لك assuming the bow، هذا القوس behave like an ideal spring، يتصرف تصرف السبرينج. فلذلك قوانين السبرينج راح تنطبق على قانون القوس. يقول فإذا عرفنا هذا الكلام أريدك توجد لي السبرينج كونستنت، يعني الكي، شكد قيمة الكي، وبعدها أريدك توجد لي البوتنشال إنرجي مال سبرينج أوكي. فأنت حتى تحل هذا السؤال لازم ترجع إلى قانون السبرينج. هذا هو قانون السبرينج اللي هو F سبرينج يساوي K في X. هذا تحتاجه ال F مال سبرينج يساوي لك K مضروب في X. ليش؟ لأن هذا من خلال راح نستطيع نطلع K. إذن K تساوي F مقسوم على X أوكي. ال F في هذه الحالة هي 300 نيوتن، وال X في هذه الحالة هي 0.6 متر. إذن ال K هو الحاصل قسمة ذني العددين. يعني إذا نحسبها مثلا عندك 300 تقسيم 0.6 راح تعطيك 500 نيوتن على متر. هذا الكي. إذا من القانون الأول استخرجت كي، هذا الطلب الأول. نقول ناو What the potential energy؟ قانون البوتنشال إنرجي اللي هو هذا. صارت عندي كي معروفة وعندي الأكس معروفة، إذن أستطيع أن أحسب هذا القانون. إذن في هذه الحالة راح يكون الكي مثل ما حسبته هنا هو 500. إذا جاوب هنا
هاي 500 مضروبة ب x والx هو 0.6، ولكن انتبه هنا 0.6 راح شو يصير بيها؟ يصير بيها تربيع، الناتج تقسمه على 2، فإذا تضرب ذني القيمتين اوكي وتطلع الناتج راح يطلع لك الناتج هو 90 جول. اوكي فالطلب الثاني مال السؤال الناتج هو 90 جول. هاي كل ما مر علي سابقا كنت اسميه البوتنشال انرجي. البوتنشال انرجي انه الجسم ما جاي يتحرك، الجسم ثابت اوكي مو في حالة موشن. اذا الجسم في حالة موشن اكو نوع ثاني من الانرجي اسميه كاينتيك انرجي. اذا الكاينتيك انرجي is the energy of motion اوكي. فكل object that has motion بحركة سواء هذه الحركة كانت vertical or horizontal فراح يكون عنده kinetic energy. اوكي شنو هي انواع الكاينتيك انرجي؟ هناك انواع كثيره للكاينتيك انرجي، بعضها اسميه فايبريشنال وهذا نتيجه فايبريشنال موشن، يعني تحصل اهتزازات ونتيجه اهتزازات تحصل كاينتيك انرجي. والنوع الثاني اسميه روتيشنال، يعني يحصل حركة دورانية rotational motion وتسبب لك kinetic energy. والنوع الثالث translational وهذا يحدث نتيجة motion تحصل من one location to another، يعني يبدي الجسم يتحرك من مكان إلى آخر فنسميه translational، يعني حصلت به حركة. وهذا الترانزيشنال كاينتيك انرجي هو راح استخدمه في هذا الموضوع، راح اتجاهل الفايبريشنال والروتيشنال وراح اتناول فقط الترانزيشنال كاينتيك انرجي. زين الترانزيشنال كاينتيك انرجي هو يعتمد على نوعين او على مقدارين. المقدار الاول هو الماس، يرمز لام ويقاس بالكيلوغرام. والنوع الثاني يعتمد على السبيد، ورمز لفي ويقاس بالمتر على الثانية. وانتبه هنا قلنا سبيد ما قلنا فيلوسيتي، وإذا ترجع للمحاضرات الأولى ما أتذكر الأولى أو الثانية الثالثة فرقنا بين السبيد والفيلوسيتي. السبيد هي سكيلر وليست فكتر، الفيلوسيتي هي فكتر، فالسبيد ما تحتاج اتجاه. وبالتالي الكايناتيك انرجي هي أيضا سكيلر، يعني هذه اللي مرسومة أمامك الكايناتيك إنرجي هي كمية سكيلر وليست فكتر، ما تحتاج اتجاه أوكي. على عكس الإنرجيز السابقة كانت كلها فكتر ما عدا هذه النوعية، الكايناتيك إنرجي هي سكيلر أوكي. الوحدات المستخدمة في حساب كاينتيك انرجي هي ما زلنا نفس الوحدات، هي الجول. ومن خلال هذا القانون اذا طبقت الوحدات على هذا القانون راح تلقى انه الواحد جول
يعادل 1 كيلوغرام مضروب في متر تربيع مقسوم على ثانية تربيع. أوكي. فإذا عرفنا القانون راح نأخذ مثال رقم 10. في هذا المثال رقم 10 يطلب من عندك يقول لك determine the kinetic energy of 625 kilogram roller coaster car that is moving with a speed of 18.3 meter over second. يعني الطاق الماس والطاق السبيد. إذا صار كل شيء عندي موجود زين. فيطلب من عندك يقول لك إيش قد الكايناتيك إنرجي. إذا مجرد راح تطبق في هذا القانون وتقول إنه 625 راح أضربها في 18.3 وهذه أسوي لها تربيع وأقسم الناتج على 2 وأطلع إيش قد قيمته. فإذا تحسبها تقول 625 تضرب هاي في 18.3 وهذه تكون مربعة ثم تقسم على 2 راح يطلع لك الناتج 104,653 جول. أوكي، هذا الطلب الأول. يقول if the roller coaster car was moving with twice the speed then what would be the new kinetic energy. يعني هسه نريد الكينيتيك انرجي إذا كانت السبيد مضاعفة. فالماس نفسها 625 السبيد راح تتضاعف معناته 2 في 8.3 وهذا كله تربيع واقسمها على 2. فإذا أحسب هذه الكمية 625 في وفي هذه الحالة نفتح قوس 2 في 18.3 سد القوس ونسوي له تربيع ثم نقسم على 2 راح ألاحظ أنه الكمية الطاقة المخزونة تصير 418,612 جول. أوكي. يعني لاحظ الفرق بين الكميتين. لاحظ الفرق هنا عندي 104 هنا 104 هنا 418. يعني اللي حصل من هذا المكان إلى هذا المكان هو في 4. أوكي. ولاحظ السرعة اللي حصل من هذا المكان إلى هذا المكان هو في 2. معناته كل ما السرعة تصير دبل الطاقة تصير ضعف الدبل، يعني تصير في 4 في هذه الحالة. أوكي، هذه نخليها ببالنا. شنو السبب؟ السبب هو وجود هذا التربيع. هنا عندك تربيع، فكل ما تضاعف السرعة الانرجي تضاعف بأضعاف أخرى أكثر من هذا. زين، أتحول إلى المثال رقم 11. يقول لك انه هذا اكو غطاس يعني سابح، هذا صعد على المنصة، هاي المنصة العالية اللي يصعد عليها السباح ثم يغطس بالماء، يقفز ويغطس بالماء. فصعد على ارتفاع هذه
المنصة فصار عنده انرجي مخزونة. احنا ممكن ان كل جسم يرتفع للأعلى يصير بي potential energy وكاينتك energy، فعندك هذا صارت بي كاينتك energy لان هو قفز من الارتفاع الى الاسفل. فقبل ان يطخ بالماء يعني قبل ما تصير سرعته صفر كان الكاينتك انرجي مالته 12000 جول 12000 جول. اوكي والوزن مالته هو 40 كيلوغرام، فنريد نعرف ايش قد السبيد مالته. اوكي فاحنا نعرف انه الكاينتك انرجي تساوي الماس مضروبة في السبيد سكوير على 2. فحتى اطلع ايش قد السبيد اوكي راح تصير 2 كي اي اوكي مضروبة في الماس تايمز في سكوير، يعني في سكوير تساوي لي 2 كي اي على ام، معناته السرعة الوحدة تساوي لي 2 كي اي مقسومة على ام. اذا تعوض في هذا المثال فايش راح تقول 2 في الكي اي في هذه الحالة هي 12000 جول، هذه راح اقسمها على الماس اللي هي 40 كيلو، وهذا الناتج راح تسوي له تحت الجذر، يعني راح يطلع لك ايش قد 600 تحت الجذر. فالسرعة راح تكون 24 تقريبا ونص. اوكي طبعا راح هاي وحداتها متر على الثانية. اذا هذا هو جواب المثال رقم 11. في المثال رقم 12 عندك سيارة وزنها 900 كيلوغرام وهاي جاي تمشي بسرعة 60 ميل بير اور 60 ميل بالساعة، فعدها كايناتك انرجي مقدارها 320 ألف جول. يقول احسب لي شقد الكايناتك انرجي اذا السرعة قلت الى النصف صارت 30. فالعلاقة اللي عندي انه عندي السرعة وعندي الكايناتك انرجي. اوكي عندي السرعة وعندي كايناتك انرجي. اذا كانت السرعة 60 كايناتك انرجي كانت 320 ألف. إذا السرعة 30 نريد نعرف إيش قد الكايناتك انرجي. أوكي فبهذه الطريقة لازم تحسب أنت وتقول شين هي العلاقة، إيش حصل هنا عندي بالفيلوسيتي. اللي جاي يحصل بالفيلوسيتي انه اقسم على 2 اوكي يعني الفيلوسيتي جاي يصير نصف. فاذا الفيلوسيتي جاي تصير نصف وترجع الى قانون
الكيناتيك انرجي اللي هو هذا، وتشوف الفيلوسيتي اذا صارت نصف ايش راح يحصل بالكيناتيك انرجي. الكيناتيك انرجي راح تصير ربع. ليش؟ لان هذا صار نصف، وقلنا بسبب وجود التربيع كل نصف يصير تربيع. إذن لو كان هو 2 راح يتحول إلى 4، لو كان هو نصف راح يتحول إلى ربع، يعني دائما تربع أنت. إذن في هذه الحالة اللي يصير إنه الكيناتيك إنرجي راح تقل بمقدار تقسيم 4. أوكي، وبالتالي تستطيعون إنه تحسبوا بهذه الطريقة. يبقى عندي موضوع الباور، آخر موضوع في محاضرة اليوم هو الباور. الباور هي متعلقة بالورك. فتعريف الباور هي تقول the power is the rate at which work is done، يعني ايش قد الوقت المستغرق في تنفيذ الورك، يعني هذا الورك ايش قد استغرق وقت، هذا هو الباور. فلذلك هي عبارة عن work time ratio، وبالتالي mathematically رياضيا نستطيع أن نحسبها من خلال هذا القانون. فأخذ قيمة الwork أقسمها على الزمن المستغرق أحصل على الباور. الباور وحداته راح تكون هي وحدات جول على تايم، وهذه الوحدات هي أسميها وات. أوكي، هذه وحدة جديدة أسميها وات. يعني عرفت أني الانرجي أحسبه بالجول، الورك أحسبه بالجول، هسه الباور أحسبه بالوات، ويختصر ب W. أوكي، تكتب وات كامل أو W زين. وطبعا هو عبارة عن جول مقسوم على سكند. أوكي، في السيارات، أوكي، لأن المكان ضخمة، محركات ضخمة، عادة يستخدمون وحدات أخرى، يستخدمون وحدة يسموها الهورس باور أو القدرة الحصانية، وتختصر HP. أوكي، وعادة هذه القدرة الحصانية إذا حسبتها بما يعادل قيمة الوات راح ألقاها تعادل 750 وات. يعني قدرة حصان واحد يعادل 750 وات. أوكي، فقلنا إحنا إنه الباور هو work time ratio. فلهذا عندك إنه إذا كان عندك مثلا محرك قدرته 40 حصان 40 هورس باور، فإن هذا المحرك خل نفرض إنه يقدر يعجل من 0 إلى 60 ميل بير أور خلال 16 ثانية، يعني تقريبا من 0 إلى 100 كيلومتر بالساعة إذا حولنا المايل إلى كيلو خلال 16 ثانية. أوكي،
يقول لك in this case, and if this were the case, then the car with 4 times horsepower could do the same amount of work in 1/4 the time. Okay. يعني هسه إذا غيرت ال 40 سويتهم 160، يعني زيتته 4 أضعاف، يعني قويت المحرك، جبت محرك أقوى 160 وقدرة حصانية. فهذا المحرك راح يستطيع أن يحرك السيارة من الصفر إلى 60 خلال 4 ثواني فقط. أوكي، يعني نلاحظ أنه اللي حصل هنا النسبة هي في 4. أوكي، واللي حصل بالتايم هو أيضا 4. أوكي، لكن قسمة 4، يعني أكو علاقة طردية وأكو علاقة عكسية، وهذه منين جاية؟ جاية من هذه المعادلة. هذه المعادلة تقول لك إنه الباور مع الورك علاقة طردية، الباور مع التايم علاقة عكسية. كل ما قل التايم كل ما ازداد الباور، كل ما ازداد الباور كل ما ازداد التايم كل ما قل الباور، علاقة عكسية. وبالمناسبة أكبر محرك موجود لحد الآن في العالم يقدر يعطيك 109,000 قدرة حصانية. يعني نحكي على السيارات 160 هورس باور، هذا 109,000 اتش بي، وهذه الصورة المرسومة أمامك. يعني هاي بناية عبارة عن 1 2 3 4 5 6 7 تقريبا 8 طوابق. هذا المحرك ارتفاعه 8 طوابق. أوكي، يستطيع أن يعطيك 109,000 هورس باور. أوكي، example 13. أكو شخص اسمه بن، وزنه 80 كيلوغرام. أوكي، واستطاع أن يرتفع 2 متر باستخدام الدرج خلال 1.8 سكند. اعطيني الباور. أنا أعرف الباور تساوي الورك على التايم. أوكي، فأحتاج أنه هسه شنوش أحسب؟ أحسب الورك. الورك هو مثل ما تتذكرون هو الفورس مضروب في الديسبلاسمنت مضروب في كوساين ثيتا. بما انه الفورس والديسبلاسمنت بنفس الاتجاه، اذا كوساين ثيتا هو 1 فيختفي، فيبقى لي الفورس بالديسبلاسمنت. الفورس ما عندي، عندي الماس، فالماس احولها الى فورس، فاقول 80 times 9.8 هاي تعطيني force، يعني بكلام آخر تعطيني weight، والweight هو force. هذه راح أضربها في d، ال d في هذه الحالة هي 2 متر. أوكي، فإذا هات حسبة وتشوف إيش قد يساوي، تقول 80 مضروب في 9.8 مضروب في 2، هذا راح يعطيك 1568. أوكي، نهاية جول. فحتى نحسب الباور راح أقول الورك اللي هو 1568 مقسوم على التايم اللي هو 0.8، فهذا إذا نقسمه على 1.8 راح يعطيني 771. هذا شنو؟ وات. اوكي، اذا هذا
الشخص عنده باور مقدارها 871. وانت تتذكر انه الحصان الواحد عنده باور 750 واط. اذا من اكثر هذا الشخص بن ام الحصان؟ لاحظ انه هذا الشخص عنده قدرة اكثر من الحصان. اوكي، فاذا هذا عرفناه في هذا المثال، فاحنا جاي نقول هنا، نقول لربما انه يجيك مثال انه يدخل لك قانون الورك في قانون الباور مثل ما موجود هنا. يعني الباور هو الورك على التايم، ولكن الباور هو الفورس في الديسبليسمنت في كوساين ثيتا، وعادة كوساين ثيتا راح يكون واحد لأن الفورس هو بنفس اتجاه الديسبليسمنت. أوكي، ولكن أنا أعرف إنه الفيلوسيتي هي دي على تي، هذه الدي على تي هي فيلوسيتي، فإذا عوضها راح أحصل على هذه العلاقة، يعني راح أحصل على هذه العلاقة. هذه تقول لك الباور تساوي الفورس مضروبة في الفيلوسيتي. فهنا يقول لك أكو two students will and been، وذولا بدأوا يرفعون أثقال. ف will الستودنت الأول رفع 100 pounds، رفعهن 10 times خلال 1 minute، دقيقة واحدة. بينما بن رفع نفس الأثقال 100 pounds بنفس عدد المرات 10 times، ولكن 10 seconds. أوكي، فهناك أكو سؤالين. يقول which student does the most work، يعني منو من عندهم سوى work أكثر. أوكي، فأنت قانون الورك عندك الفورس في الديسبليسمنت، فإذا تشوف إنه الفورس هي وحدة متشابهة هي 100 pounds، الديسبليسمنت هي أيضا متشابهة، يعني 10 times 10 times ما اختلفت. إذن في هذه الحالة وبسبب هذا القانون، فإن الورك المسلط من قبل الطلاب اثنيناتهم ويل اند بن تكون متساوي. أوكي، السؤال كمل يقول which student deliver most power، هنا الحالة راح تختلف، لأن صحيح الورك متساوي، لكن الباور هو يعتمد على الورك مقسوم على التايم، فالطالب اللي عنده تايم أقل راح يعطيني باور أعلى. فأشوف منو عنده تايم أقل، راح ألقى إنه بن سوى عملية الرفع 10 times خلال 10 seconds. فإذا بن في هذه الحالة أوكي هو اللي يستطيع أن يعطي باور أعلى من زميله. أوكي، يقول هنا عندك طالبين، واحد جاك واحد جر، كانوا يصعدون على تلة. أوكي، جاك عنده
عنده وزن ضعف وزن جل، ولكن جل خلصت الركض واجتازت نفس المسافة مال صاحبها، ولكن half the time، بنصف الوقت. فيقول اشقد منه أفضل من ناحية الورك. مرة ثانية، الورك هو الفورس في الديستنس. اوكي، الديستنس بيناتهم ثابتة، يعني يقول same distance. الفورس تعتمد على الوزن، يعني عندي الورك الأول مال جاك والورك الثاني مال جب. الجاك يقول الورك مالته هو 2F، بينما هذه F. اوكي، معناته الورك مال جاك هو ضعف الورك مال جل. زين، هسه اذا هذا عرفته، هو delivered most power. الباور تعتمد على الورك اوفر تايم. التايم مال جل هو أقل من التايم مال جايك إلى النصف. فتلاحظ الآن أنه التايم راح يتساوى مع الزيادة في الفورس، يعني التايم اللي هو إلى النصف والفورس إلى الضعف، فواحد راح يأكل الثاني، وبالتالي الباور راح تكون متساوية. يعني الورك راح يكون مختلف، بينما الباور تكون متساوية لهذا السبب. زين، في المثال الأخير يقول أنت نعتبرك مهندس ونريد نسوي مصعد. هذا المصعد يشيل 20 راكب passenger، يصعدهم خلال 1 minute. أوكي، من الطابق الأول إلى الطابق الثاني. أوكي، صعدهم من الطابق الأول إلى الطابق الثاني. المسافة بين الطابقين هي 5.2 متر. أوكي، وزن كل باسنجر، الباسنجر الواحد، الشخص الواحد وزنه تقريبا 55 كيلوغرام. فمن تريد تسوي لي محرك حتى يشيل هذا أو يسحب هذا، يسحب ذول الركاب، فش قد الباور مالته. اوكي، فاحنا نقول قانون الباور يساوي لي الورك على التايم. عندي مشكلة بالتايم هنا، لان التايم هنا عندي 1 minute. اوكي، واحنا قلنا لا نستخدمه دائما في مسألة التايم هو بالسكندز، صحيح؟ احنا هنا قلناها نستخدمه بالسكندز. فالتحويل لازم يتم من البداية، فالون مينت تعادل لي 60 seconds. هذا بالنسبة إلى التايم. هنا بالنسبة إلي الورك، الورك هنا ما عندي، فلازم أحسب الورك. اللي عندي الموجود هو
الماس. فالماس إذا ضربته بالجرافيتي راح أحصل على الويت، يعني راح أحصل على الفورس. فهذه هي الفورس، بعدين راح أضربها في دي. دي في هذه الحالة هو 5.2، فبالتالي راح تستطيع أن تستخرج الورك وقيمة جول. ثم بالتالي راح تستطيع أن تحصل على الباور اللازمة لرفع باسنجر واحد. فش تقول؟ تقول هذا الرقم اللي راح تستخرجه راح تقسمه على 60، راح يعطيك الباور بالوات. بعدين هذا الباور راح تضربه في 20 حتى يعطيك مال 20 باسنجر، ويعطيك الناتج النهائي بالوات. إذن هذا هو ما تحتاجون تعرفوه عن الورك والإنرجي والباور. أتمنى تكون المحاضرة نالت إعجابكم.